از این کودک یگانی محافظت کن. او بوی پدر نشنیده و مزه شفقت مادر کامل نچشیده. او را جگر گوشت بدون. أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ والله هذا ما لا يكون أبدا. إذا أبو طالب مشرك، منين انبث قتل الرسالة الإسلامية؟ ولم يكن أبو طالب يفوت مناسبة إلا ويفتتح كلامه ويختمه بحمد الله والثناء عليه. كان يكتم إيمانه. يعني حقيقة مارس أبو طالب رضوان الله عليه دور أصحاب الكهف من جانب هو مسلم. على المسلمين أن يتبصروا. هذه الشخصية تعرضت إلى أكبر تزوير في تاريخ البشرية. حقيقة لم يظلم إنسان وتشوه صورته كما شوهت صورة أبو طالب رضوان الله عليه. قضية أنه مات كافراً، هاي المسألة ما أجدتي بعد وفاة أبو طالب ولا في زمان النبي. قضية ما كانت في ذلك الزمن مطروحة، وإنما القضية طرحت بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين، بعدين الأمويين اللي إجوا بعدين أثاروا هذه القضية، بعدين أكثر اللي أكد عليها هم العباسيون. عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام في حديث طويل يذكر فيه إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد أيدتك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية، فأما التي تنصرك سرا فسيدهم وأفضلهم عمك أبو طالب، وأما التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال: وإن أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. أبو طالب رضوان الله عليه لما بدأت الرسالة في محطاتها الأولى أن هناك تحديات وأن هناك أعداء، والأعداء يمتلكون كل مقومات القوة، كل مقومات الإعلام، كل مقومات الجانب العسكري، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت البدايات ضعيفة ومتواضعة، آوى إلى الركن الشديد الذي هو أبو طالب رضوان الله عليه، شيخ البطحاء، وإلى مكانته الحقيقة الاجتماعية زين، وإلى شخصيته وقوة تأثيره. فهذا كله استفاد من عند النبي في نشر الدعوة. بس يردون حقيقة يردون يتجاوزون على النبي، يشوفون منه أبو طالب يوقف قدامهم. أبو طالب لو أعلن أنه على دين محمد بالتأكيد أنه سيكون محارب من قبل قريش، يفقد جزء من الهيبة والقوة والمعنوية التي يحتلها أبو طالب ذاك اليوم في نفوس قريش. فاضطر أبو طالب رضوان الله عليه لكتمان الإيمان، أن يكتم إيمانه ليشكل حلقة وصل ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته الجديدة وما بين مشركي قريش وعناوين القوة في ذاك اليوم. وهناك نماذج في القرآن الكريم يا سيدي.
أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فأتاهم الله أجرهم مرتين. مارس أبو طالب رضوان الله عليه دور أصحاب الكهف، من جانب هو مسلم، من جانب آخر كان يمارس التقية حتى يحمي النبي صلى الله عليه وآله. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا كان جالس على الطاولة مع الفراعنة، وعندما طرحوا مشروع قتل موسى ابن عمران وقف بالاعتراض بالمتصدي بعقلانية بمنهجية معينة، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بس هذا عنده قول، ناقشوا افتحوا يا الحوار. لكن هذا لو قال لهم أنا على دين موسى يبقى معهم على الطاولة؟ ولا تبقى الفكرة أيضا، يسمعون منا الفكرة؟ أبدا. إذن هذا كان رجل مؤمن يكتم إيمانه، والقرآن الكريم يمجد به. إذن هذا مؤمن آل فرعون وهذا مؤمن قريش، ما المانع من ذلك؟ كان يمثل امتداد الطبيعي للحنيفية. هذا الرجل العظيم الذي آمن أولا على ملة أبيه وأجداده، لأنه ما عرف من أباء النبي مشرك أبدا. فقد قال الإمام علي عليه السلام: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به. قضية عبد المطلب أن يجي إلى البيت الحرام أو يجي إلى إبرهة يقول له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني اعتقاد كامل. هذا البيت الذي تبغيه هو بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، طالما خصم الجبابرة وقهر الملوك إنه لا يرام. كلمتك بشأن الإبل لأنني رب الإبل وإن للبيت رب واحد. أن القدح في إيمان أبي طالب لم يكن موجودا في صدر الإسلام، أي في زمن الخلفاء الأربعة، بل نشأ بعد ذلك. يقول: صبت ابن الجوزي ولم يؤرخ أحد من أعداء علي استياء ولده بأن أباك من الكفار، هذا معاوية أعداء أعدائه ومنازعيه، وهذا عمرو بن العاص، وهذا عبد الله بن الزبير، وهذا مروان وغيرهم، مع قدحهم فيه عليه السلام وإسنادهم ورميهم إليه ما هو بريء منه وما عابوه وما شنعوا عليه بذلك بمسألة أبيه، وهو عليه السلام يذكرهم بكفر الآباء والأمهات ورذالة النسب وما قابلوه بالمثل، وهو أقوى شاهد على إسلام أبي طالب. رسالة بين أمير المؤمنين ومعاوية، فأمير المؤمنين علنا يقول له، يقول له: ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق. هو أمير المؤمنين مهاجر وهو من الطلقاء معاوية، يقول له: ولا الصريح يعني الواضح النسب كاللصيق. مع ذلك معاوية لمن يرد ما يرد يقول له: أنت أبوك ما تكافر، لأن القضية ما كانت في ذلك الزمن مطروحة. بالفعل، هل كانت لتفوت هذه الفكرة معاوية وأضرابه الذين ما فتئوا يخترعون المثالب ويلصقونها بالإمام علي عليه السلام، فهل كان كفر أبي طالب ليفوتهم؟ أم أن إيمانه كان باديا ظاهرا لا ينكره منكر، ولا يمكن لهم أن يمرروا هكذا فكرة بين الظهرانين المسلمين؟ عز وجل
أن يكون من ينفذ إيواء النبي اليتيم ثم يمتن على نبيه بهذا الإيواء ويكون الإيواء نفسه منحطا فيكون النبي في حجر مشرك. الروايات كانت تقول أنه لم يكن ينام إلا والنبي بجواره، لم يخرج إلا ويخرج النبي معه. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. لقد نسب الله الإيواء إلى ذاته سبحانه. التسخير الإلهي بالإيواء كان من خلال نماذج تستحق أن يمتن الله بها على رسوله. فيكون موسى عليه السلام أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله حينما حرم عليه المراضع من المشركات ورده إلى حجر أمه، ويترك محمد في حجر أبي طالب المشرك. فمن المعلوم أن عبد المطلب ومن ثم أبا طالب هما من كفلا النبي صلى الله عليه وآله في صغره وآوياه في يتمه، فهل يعقل أن يتربى خير خلق الله عز وجل في بيت مشرك يأكل النجاسات ويتغذى من شراب المشركين وطعامهم فينبت لحمه وينمو عظمه على المحرمات والعياذ بالله، وهو صلى الله عليه وآله القائل: لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا على سحت، النار أولى بهما. قال لعقيل بن أبي طالب: أنا أحبك حبين، حبا لك وحبا لأبي طالب لأنه يحبك. فهل يصح من النبي صلى الله عليه وآله أن يحب هذا الحب لمشرك في حياته وبعد مماته ويحفظه في ولده بأشد ما يكون الحفظ، وقد نهي عن حب المشركين والركون إليهم؟ القرآن الكريم يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني بعد بيها مجال أن النبي يستغفر لأحد؟ لا أبدا. لمشرك؟ أبدا. ولو كانوا أولي قربى. واضح. من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترحم على أبي طالب في موضعين. موضع بفتح مكة قال: رحم الله عمي أبا طالب، لو ولد الناس جميعهم لكانوا شجعانا، وترحم عليه في المدينة. إذا كان أبو طالب مشرك أصبح هذا الترحم مخالفة صريحة للقرآن لو مخالفة؟ صحيح. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف نصوص القرآن. هذه محطة. النقطة الثانية: رحم الله عمي أبا طالب، هل يجوز للنبي أن يترحم والقرآن الكريم يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى؟ كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مقبلا دوما على عمه أبي طالب، يلوذ به ويتقي من خلاله سهام جبابرة قريش. فالقول إن أبا طالب مشرك فيه طعن جديد بالنبي نفسه الذي أمره الله جازما أن يعرض عن المشركين بقوله عز وجل: وأعرض عن المشركين، وبقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد أجمعت كل الكتب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرض عن عمه أبي طالب لحظة واحدة حتى توفاه الله. وقد قيل للإمام زين العابدين عليه السلام: إن هاهنا قوما يزعمون
أن أبا طالب كافر، فأجاب عليه السلام وعجبا كل العجب، يطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن، ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من المؤمنات السابقات، فإنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه. ماكو اثنين من المسلمين يختلفون على إيمان فاطمة بنت أسد. القرآن الكريم يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا أسلم الرجل حرمت عليه المرأة المشركة زوجته المشركة حتى تدخل الدين وتعقد معه جديد، وكذلك المرأة إذا أسلمت حرمت على زوجها المشرك. طيب ما اختلفوا اثنين كما قلنا على فاطمة بنت أسد وبقيت فاطمة بعصمة أبي طالب، فهل يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطل حكما من أحكام الإسلام مجاملة ومحاباة ومساومة على دينه لعمه أبي طالب؟ أبدا. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يترحم ولا يمكن أن يأوي ولا يمكن أن يترك فاطمة بنت أسد بعصمة أبي طالب. ولم يكن أبو طالب يفوت مناسبة إلا ويفتتح كلامه ويختمه بحمد الله والثناء عليه واستذكار النسب الإبراهيمي والإسماعيلي الظاهر، فقد روى لنا التاريخ خطبته لخديجة بنت خويلد عليها السلام عندما خطبها لرسول الله، فقد افتتح الخطبة بقوله الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل. كل ديوان أبو طالب يدعو للتوحيد. أبو طالب عنده بحدود 20 قصيدة في النبي صلى الله عليه وآله. ثم إن المتتبع لأقوال أبي طالب وأشعاره يجدها تنضح إيمانا ونصرة للنبي صلى الله عليه وآله ودينه. أبو طالب يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. شلون تقرأ الإنسان؟ أي إنسان كيف تقرأه؟ عدة طرق أكو من خلالها أنت تكتشف شخصية وعقلية وفكر اللي أمامك. من خلال الكتاب تقرأ راح تعرف شخصية هذا المقابل، أو من خلال الشعر ماله راح تعرف الاعتقاد. الأصل هو الاعتقاد، إلا إذا جاء دليل آخر يخرج القائل عما يعتقد به. إن الافتراء التاريخي المتراكم وانسياق البعض وراء الأهواء الحاقدة أنشأ صروحا من المطاعن وسلسلة من المخازي التي لم تلصق بالرجل فحسب، بل قوننت ذلك بآيات جعل تفسيرها زورا في حقه وأحاديث لا تستقيم علميا. أما قول البعض بأن آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بأنها في أبي طالب أيضا مردود، خاصة أن الآية مدنية نزلت بعد موت أبي طالب بأكثر من 12 عاما. أما حديث الضحضاح هذا اللي أقلق الدنيا فيه، فقد ذكروه في بعض كتبهم كالتالي، أنه صلى الله عليه وآله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تناله شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا المعنى المنقول يناقض قول الله عز وجل
لا يخفف عنهم من عذابها، وبأنهم ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين. الرواية التي تقول بالكفر من مصدرين، المصدر الأول لأبي هريرة، لأن النبي قال لعمه أثناء الوفاة: يا عم قل أشهد أن لا إله إلا الله لأشهد لك بها عند الله. قال: يا ابن أخي، لولا العار لقلتها وأقررت عينك، أنا على دين الأشياخ. أبو طالب سلام الله عليه توفي 10 للبعثة، سنة 7 للهجرة فتحت خيبر، بعد فتح خيبر أسلم أبو هريرة. 10 سنين بين وفاة أبي طالب رضوان الله عليه وبين إسلام أبو هريرة، إذن أكو حلقة مفقودة. إذن الرواية تقبل عن أبي هريرة. المصدر الثاني لعبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن عباس في وفاة أبي طالب رضوان الله عليه لم يكن قد ولد، وإن كان ولد فهو رضيع، والرضيع لا يمكن أن يسند رواية. وقد حاول البعض من أصحاب الأقلام أن يصوروا أيضا أن أبا طالب إنما ناصر ابن أخيه حمية وليس دينا. السبب قبلي ما معقولة، يعني السبب شنو؟ من أجل أن يحصل على فرد منصب. رسول الله فقير ما كان عنده منصب، يحصل على مال من النبي ما كان عنده أموال رسول الله. ليش أبو طالب حقيقة هل قد تفانى هو وأبنائه في حماية النبي إلى آخر لحظة؟ إذا حقيقة نستقرأ التاريخ، يعني تاريخ النبي أبو طالب، ما نشوف أكو فرد أهداف مادية، وإنما إذا كان أكو أهداف فهي أهداف معنوية لا لها علاقة لا بالقومية، يعني بالعشائرية. هو واحد يقدم ابنه على مود والله ابن أخوه، ابنه أولى، تلاحظ؟ فقصدي ما كفر السبب إلا هذا، إلا أنه كان عنده اعتقاد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إني هاي من الروايات المعروفة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يرويها عن آباء أو أجداد. يقول: جبرائيل إجا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ربك يقرئك السلام، ثم قال له ويقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، وعلى بطن حملك، وحجر كفلك. وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب فقال: يا محمد أخرج من مكة، فما لك بها ناصر بعد أبي طالب. إن نفس القائلين بكفره لم يستطيعوا إنكار مواقفه العملية ولا الطعن بتصريحاته اللسانية التي تثبت إيمانه. Thank you.